بسم الله نبدأ. أسلوب المدح والذم. طيب هنا طبعا أسلوب المدح، طبعا أسلوب نستخدمه لأمر يستحق الثناء، طبعا بنعمة وبئس. طبعا الذم ببئس ولا حبذا. طبعا يعني يتكون أسلوب المدح والذم، طبعا التركيب المثال الإعراب، يعني أسلوب المدح يتكون من فعل زائد فاعل زائد مخصوص بالمدح أو الذم. إذن هنا التركيب فعل فاعل مخصوص، يعني مثلا لو أنا قلت نعمة أو بئس، الرجل زيد، معنى ذلك زيد ليس فاعلا هنا، وإنما الفاعل هو الرجل، وسنعرف هذا بعد قليل أن الفاعل نعمة أو بئس. طيب وبعد ذلك زيد طبعا إما أن تكون مبتدأ أو خبر، وسنعرف هذا بالتفصيل. إذن هنا لذلك نعمة أو بئس، طب إعرابهما طبعا، أو حبذا أو لا حبذا، إعراب واحد فعل ماضي جامد مبني على الفتح، جامد لأنه ليس متصرفا، يعني لا يأتي منه مضارع ولا يأتي منه أمر. الرجل طبعا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وزيد طبعا مبتدأ، وإما أن يكون خبر، إما هذا وإما هذا. طيب مثلا تركيب حبذا أو لا حبذا، طبعا نفس الأمر فعل ماضي جامد، أين الفاعل في حبذا أو لا حبذا؟ فقط هو ذا، اسم الإشارة ذا فقط. إذا نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفي هذه الحالة مخصوص بالمدح والذم، حبذا ولا حبذا يعرب ماذا؟ مبتدأ مؤخر فقط. إذا هنا الخلاصة أن نعمة وبئس يأتي بعدهما ماذا؟ فاعل، بعد ذلك مخصوص. طبعا لا ننسى أن نعمة وبئس المخصوص بالمدح أو الذم لهما إما أن يعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد. طيب إذا سأل سائل لو قلنا زيد هنا مبتدأ مؤخر، طب أين الخبر؟ ستكون الجملة نعم الرجل، الجملة الفعلية هي الخبر. أما في حبذا ولا حبذا أن الفاعل هنا ذا، معروف في حبذا أو لا حبذا، وما بعد ذا طبعا سيعرب مبتدأ مؤخر ولا يجوز أن يعرب خبر، فقط مبتدأ، وجملة حبذا هي ماذا؟ ستكون هي الخبر، وإليك التفصيل يعني هذا وبعد ذلك تفصيل. أولا الفعل نعمة أو بئس أو حبذا ولا حبذا قلنا أنها أفعال جامدة وتلزم صورة واحدة وطبعا مبنية على الفتح، وإعراب حبذا أن تنقسم إلى قسمين، حب وبعد ذلك ذا، طبعا حب فعل ماضي مبني على الفتح وذا هي الفاعل. لو أنا قلت مثلا حبذا الفضيلة فعل فاعل، طبعا الفضيلة طبعا ماذا؟ مبتدأ مؤخر. طب لو أنا قلت لا حبذا، لا إن في هنا لا عمل لها، لذلك سنقول حرف نفي، لا عمل له مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. وحب طبعا فعل ماضي جامد، وذا اسم إشارة، والخيانة مبتدأ مؤخر طبعا، وجملة حبذا في محل رفع خبر، فالإعراب واحد لا يتغير. طيب فاعل نعمة وبئس، أو كيف نعرف فاعل نعمة وبئس؟ مثلا أن يكون الفاعل معرف بالألف واللام، يعني مثلا أنا قلت نعمة المعلمة إيمان، طبعا بعد نعمة هو الفاعل، إذن هنا جاء معرف بالماذا؟ بالألف واللام. أو بئس القول فاعل، القول هنا فاعل وليس الكذب، قال الله تعالى نعم العبد، العبد هنا فاعل معرب بالألف واللام. وإما أن يكون الفاعل مضافا إلى اسم معرف بالألف واللام، انظروا مثلا نعم خلق المرء، خلق هنا فاعل وفي نفس الوقت مضاف إلى ماذا؟ إلى معرف بالألف واللام، فاكتسب منه الإضافة. إذن خلق، إذن المرء هنا مضاف إليه، والوفاء طبعا المخصوص بماذا؟ بالمدح. نفس الأمر بئس رفيق السوء الخائن، إذن هنا رفيق ستكون لي هنا لماذا فاعل؟ ليس معرف بالألف واللام، سيقول لك لا هو مضاف إلى ما فيه ألف ولام، فطبعا إذن هنا طبعا والسوء مضاف إليه، والخائن طبعا مخصوص بماذا؟ مخصوص بالذنب.
إذن هنا الفاعل إما أن يكون معرف بالألف واللام أو مضاف أو يأتي بعده اسم معرف بالألف واللام، يعني مضاف إلى اسم معرف بالألف واللام، أو يكون ضميرا مستتر هنا مفسرا بنكرة منصوبة تعرب تمييزا له بمعنى. ولكن يعني سأقول لكم طريقة سهلة. أولا عندما تجد نعمة أو بئسة بعدهما مباشرة نكرة منصوبة فهناك ثابتتان معك. الثابتة الأولى أن هذه النكرة ستعرب تمييز. الثابتة الثانية أن فاعل نعمة وبئسة سيكون مستتر، تقديره هو أو هي حسب سياق الكلام. ولا تنسى أن هذا التمييز يفسر الضمير أو يظهر، يعني مثلا انظروا أن يكون ضمير مفسرا بنكرة منصوبة، النكرة تفسر توضحه يعني وأنا قلت نعمة خلق الوفاء، إذا خلق تمييز، إذا فهمت من خلق أن الفاعل المستتر تقديره هو. طب إعراب الوفاء طبعا مخصوص بالمدح. طب أين فاعل نعمة مستتر تقديره هو؟ طب الخلق تمييز. بئس خلقا الخيانة، إذا خلق تقديره هو. جاءت في القرآن بئس للظالمين بدلا، إذا هنا بئس ماذا؟ للظالمين بدلا. إذا هنا حسب سياق الكلام، لو الله يقصد مثلا بئس للظالمين بدلا النار يعني، إذا ضمير مستتر تقديره هي. طب شيء آخر مثلا العذاب مثلا أو أي شيء، إذا هو حسب سياق الكلام. إذا بدل هنا ماذا؟ تمييز منصوب على نصب الفتح. إذا هنا ممكن أن يكون طبعا ضمير مستتر، وممكن أن يكون اسم موصول ما أو من الموصولتين، أن يكون الفاعل ما أو من الموصولتين. طيب مثلا عندما نقول بئس ما يتصف به المرء الحماس، لو وضعت الذي انظر بئس نعم الذي يتصف به المرء، إذا معنى ذلك ماء موصولة، أو ماء بعد النعمة هي معروفة أنها فاعل، إذا هنا ماء اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع فاعل. طيب طب أين المخصوص بالمدح هنا؟ ننظر نعم ما يتصف به المرء، ما الشيء الذي أنا أمدح به المرء أو يتصف به؟ الحماس، إذن الحماس هنا مخصوص بالمدح والذم. طيب لا تنسى أن هذه الجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ولا تنسى أنك لو قلت الحماس مبتدأ مؤخر، لا تنسى أن نعم ما هذه الجملة الفعلية خبر. كذلك بئس من يؤذيك الحقود، بئس الذي، لو وضعت الذي المعنى سليم، إذا معنى ذلك من هنا موصولة، إذا من هنا اسم موصول مبنى على السكون في محل رفع فاعل لبئس. ويؤذيك هذه الجملة صلة الموصول، والحقود مخصوص بالذم، إما أن يعرب مبتدأ خبر والمبتدأ تقديره هو، يعني هو الحقود، وإما أن يكون خبر، وإما أن يكون مبتدأ مؤخر والجملة هذه هي الخبر. جاءت في القرآن لبئس ما كانوا يعملون، يعني لبئس الذي يعملون. بعد ذلك ثانيا المخصوص بالمدح أو الذم، الأمر سهل، المخصوص بالمدح أو الذم طبعا قلنا المخصوص لو هو بنعمة أو بئس ففيه وجهان، إما أن تقول الفضيلة خبر، إذن الفاعل تقديره هي الفضيلة، إذن إذن المبتدأ مقدر هنا، إذن هنا إذا نقول الفضيلة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي، وإما أن تقول الفضيلة مبتدأ مؤخر. طب أين الخبر؟ جملة نعم الخلق. طب لو طب المخصوص للحبذا أو لا حبذا له إعراب واحد فقط، ما هو؟ أنه يعرب ماذا؟ مبتدأ مؤخر، وجملة حبذا لا حبذا أو حبذا هي الخبر. طيب هنا تنبيهات، المخصوص بالمدح أو الذم لا يصح تقديمه على حبذا ولا حبذا، لا يجوز، فتأتي حبذا ولا حبذا أولا بعد ذلك المخصوص بالمدح، فلا يجوز مثلا أقول محمد حب، لا، إذن هنا لا يجوز.
ثانيا ان المخصوص بالمدح والذم وكنه سابقا يعرب مبتدا مؤخر فقط. طيب كذلك لا ننسى ان من افعال الذم بئس وايضا ساء، يعني ساء تعامل معامله بئس بالضبط، يعني نفس ما كناه في بئس في ساء، يعني قد تاتي ساء مثل بئس بالضبط لانها بمعنى بئس. كذلك الفعل حسن ياتي بمعنى نعمه بالضبط ونفس الاحكام، كانه نعمه بالضبط. جاءت في القران وساءت مستقر بالضبط، بئس مستقر. اذا طبعا مستقر تمييز والفاعل مستتر تقديره هي. حسنت مستقرا نفس الامر. اذا هنا من افعال الذم ساء وايضا حسن. يجوز في المخصوص بالمدح او الذم ان يتقدم على نعمه وبئس، طبعا بخلاف حبذا ولا حبذا. فيجوز ان تقول الكذب بئس صفه. طبعا بئس هنا فعل وصفه هنا طبعا تمييز، اذا معنى ذلك صفه تمييز، اذا الفاعل مستتر تقدره هو او تقدره هو او هي حسب سياق الكلام. وبعد ذلك الكذب مبتدا هنا ليس مؤخر في هذه الحاله، والجمله هنا طبعا ماذا هي؟ الخبر. اذا كان المخصوص بالمدح او الذم مفهوما من الكلام فقد يحذف وحذف في القران، يعني مثلا ممكن ان تقول نعمة عاقبة المتقين، طبعا مفهوم أن آخرة المتقين الجنة، فهنا محذوف. إذن المخصوص بالمدح هنا الجنة فهو محذوف فيجوز أن يحذف. وجاءت في القرآن قال الله تعالى ولنعم دار المتقين. إذن أين المخصوص بالمدح؟ طبعا دار هنا فاعل، ستقول لي أن هنا نكرة، سأقول لك لأنه مضاف إلى مفعل. طب أين المخصوص محذوف تقديره؟ الجنة. واضح يا إخوة؟ هل يوجد سؤال؟ بعد ذلك ننتقل إلى أسلوب التعجب. طبعا هو أسلوب يدل على الدهشة أو الاستغراب. طبعا هناك تعجب سماعي، سماعي يعني ليس له قاعدة، يعني كانوا يقول هذه الجمل العرب يتعجبون بها، يقولون لله ضرك، يا لك من رجل، تبارك الله، سبحان الله، إلى آخره. أما التعجب القياسي وهو محل دراستنا، يتكون أسلوبه إما صيغة ما أفعل أو أفعل بي، وطبعا لهما إعراب واحد لا يتغير. طبعا وعندنا صيغة مشهورة في التعجب وهي لله ضره فارسا، طبعا لله شبه الجملة، وضره مبتدأ مؤخر طبعا، وفارسا تمييز طبعا، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، لماذا للمبتدأ ماذا ضره. ننتقل إلى الذي يمنع إلى درسنا، وهو يتكون أسلوب التعجب القياسي، إما أن يأتي ما أفعل وأفعل به. أولا ما أفعل يتتكون من ماء التعجبية زائد ذلك فعل التعجب، بعد ذلك المتعجب منه، يعني الشيء الذي أنا متعجب منه، الشيء الذي أنا أتعجب منه. يعني أنا قلت مثلا ما أجمل السماء، أنا أتعجب من جمال السماء. إذن هنا فالإعراب واحد، أن ماء هنا ستعرب ماذا؟ مبتدأ، طبعا هي مبني على السكون، وأجمل فعل ماضي مبني على الفتح، والسماء مفعول به، والفاعل مستتر تقدره. إذن الإعراب ثابت لا يتغير. إذا معنى ذلك أي صيغة على وزن ما أفعل طبعا تفيد طبعا التعجب، فطبعا الإعراب طبعا نقول ما تعجبية نكرة مبهمة أو تعجبية نكرة مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، وأجمل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر وجوبا تقدره يعود على ماء، والسماء متعجب من متعجب منه مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. ولا ننسى أننا قلنا هنا أن ماء مبتدأ، طب أين الخبر؟ الجملة الفعلية أجمل السماء هي الخبر. جاءت في القرآن قال الله تعالى فما أصبرهم على النار. طبعا ماء نكرة تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وأصبر طبعا ماذا؟ فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل مستتر تقدره هم، وهم الثانية طبعا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهي متعجب منه. يعني كان الله يقول مثلا ما أصبر الكفار على النار، فحذف الكفار وأتى بالضمير الذي يعود على الكفار، فقال فما أصبرهم على النار.
طيب افعل بي الاعراب يتغير في افعل بي بمعنى يعني مثلا طبعا هي اجم نقول اجمل بالسماء طبعا هي اجمل هي فعل ماضي ولكن الفعل الماضي اتى على صورة فعل الامر لاننا نقول في اكرم في فعل الامر اكرم كذلك هنا اجمل نفس الصيغة لذلك حتى في العرب نقول ماذا ان اجمل هي فعل ماضي ولكن جاء على صورة الامر المهم مبني طبعا على الفتح المقدر لماذا؟ طبعا لأن الفعل الماضي يبنى على الفتح ولا إذا لم يتصل به شيء وهنا الفعل أجمل لم يتصل به شيء ففي هذه الحالة هو مبني على الفتح المقدر طيب هنا والباء حرف جر زائد الباء حرف جر زائد مبني على الكسر والسماء أجمل بالسماء طبعا متعجب منه ونقول ماذا فاعل مرفوع بعلامة مقدرة طبعا منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد يعني أن السماء هنا هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة هنا ضمة مقدرة طب ما الذي منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد أو هناك إعراب آخر أسهل نقول ماذا السماء هنا مجرور لفظا فاعل مجرور لفظا مرفوع محله معنى هذا وذاك جاءت في القرآن أسمع به إذا هنا أسمع فعل ماضي أتى على صيغة الأمر مبنى على الفتح المقدر طب منع لماذا مبنى على الفتح المقدر لأن السكون منع ظهور الفتح لأن فعل الماضي جاء على صورة الأمر طبعا الباء حرف جر زائد والهم طبعا ضمير متصل مبني على الكسر طبعا في محل رفع ماذا فاعل شروط الفعل الذي يتعجب منه مباشرة طبعا نفس شروط أفعل التفضيل للذين حضروا معنا دورة يحضرون معنا الصرف بالضبط قلنا أن يكون الفعل مثلا نقول أجمل لكي نقول أجمل السماء أو أجمل بالسماء الفعل الذي نأتي منه لا بد أن يكون فعلا ماضيا أو وثلاثيا ولا يدل على عيب أو لون وأن يكون مثبتا وأن يكون تاما يعني ليس من الأفعال الناقصة وأن يكون قابل للتفاوت أو التفاضل يعني لا يجوز أن أقول ما أموت يعني أنا أتعجب من موت زيد لا يجوز ما أفن لا يجوز أن يكون مبنيا للمعلوم أن يكون متصرف طيب إذا سأل كيف نتعجب من فعل فقد شرطا من الشروط يعني مثلا هناك هرم مثلا أنا أريد أن أتعجب من الهرم فالفعل هنا ارتفع يعني أنا أتعجب من ارتفاع الهرم فالفعل ارتفع هنا فعل خماسي طب كيف أفعل؟ نفعل مثل ما فعلنا في أفعل التفضيل ماذا نفعل؟ نأتي بفعل مناسب مثلا نأتي مثلا بأعظ أهو وبعد ذلك نأتي بماذا؟ بالمصدر من الفعل ماذا؟ من فعل ارتفع فنقول ما أهو ما أعظم ارتفاع السماء بهذه الطريقة وطبعا ما مبتدأ وأعظم فعل ماضي وارتفاع مفعول به والسماء مضاف إليه لأننا نتعجب من ارتفاع وليس السماء إذن هنا كذلك مثلا أو ممكن أن أقول مثلا أعظم بارتفاع الهرم أو السماء يعني مثلا نقول هنا مثلا أعظم بارتفاع الهرم إذن أعظم يعني هنا لا يجوز أن أتي بوزن أفعل من ارتفاع فأنا أتي بأعظم أو ما أعظم وبعد ذلك بارتفاع طبعا بارتفاع هنا فاعل مرفوع فاعل مجرور لفظا لكنه مرفوع محل والهرم مضاف إليه طيب الفعل زرق يعني أنا أريد أن أتعجب من زرقة السماء طبعا الفعل زرق يدل على لون طب ماذا نفعل المصدر من الفعل زرق ماذا زرقة إذا ناتي بفعل مناسب أجمل وبعد ذلك المصدر بعد ذلك المتعجب منه أهو هنا أجمل بزرقة السماء نفس الأمر بهذه الطريقة واضح يا إخوة هل يوجد سؤال طيب بعد ذلك ننتقل إلى أسلوب الاختصاص
طبعا اسلوب الاختصاص طبعا هو اسلوب يذكر فيه ضمير نحن او انا او انتم او نا، طبعا للمتكلم غالبا او المخاطب احيانا. طيب، وياتي بعده اسم ظاهر منصوب يسمى مختصا، ياتي لتفسير الضمير او توضيح. انظروا مثلا نحن العرب، طبعا لا تقول لي طبعا نحن هنا مبتدا والعرب هنا خبر، لا، الخبر مسلمون وليس العرب، ولكن انا وضحت من هم العرب وانا وضحت الضمير نحن. اذا في هذه الحاله هذا الاسم يعرب ماذا؟ مفعول به لفعل محذوف، لان تقدير الكلام نعم نحن اخص العرب مسلمون، اذا معنى ذلك نحن مبتدا والمسلمون هنا خبر. او بطريقه اخرى التركيب، يعني التركيب ياتي بماذا؟ الضمير بعد ذلك الفعل المحذوف وبعد ذلك الاسم المختص، وهذا الاسم المختص يعرب مفعول به للفعل المحذوف. مثل ما قلنا نحن العرب مسلمون، اذا هنا نحن طبعا ضمير منفصل مبتدا والعرب مفعول به لفعل محذوف، تقدروا اخص وممكن اقصد وممكن اعني كلاهما بمعنى واحد، طبعا منصوب على الاختصاص. والمسلمون خبر، ولا تنسى لو انا قلت انظروا نحن العرب مسلمون في هذا، يعني هنا، يعني هنا جملتان، الجمله الاولى اسميه نحن ومسلمون مبتدا وخبر، العرب فقط جمله فعليه لان التقدير اخص العرب فهنا جمله فعليه. طيب طبعا جمله فعليه هنا، هذه الجمله لا تنسى أنها دائما تأتي اعتراضية لا محل لها من الإعراب، لا تنسى هذا. يعني عندما هذا اسمه، طبعا هذا الاسم المختص مفعول به لفعل محذوف، إذا المفعول به والفعل المحذوف طبعا والفاعل أيضا محذوف، إذا هذه الجملة تسمى اعتراضية لا محل لها من الإعراب. طب ما معنى جملة اعتراضية؟ يعني جملة جاءت في وسط الكلام، يعني لا نستطيع الاستغناء عنها، يعني ممكن أن نقول نحن مسلمون ولكن هي جاءت هذه الجملة محشورة لغرض ما، لغرض ما، وممكن تكون بغرض المدح أو بغرض الذم. مثلا بغرض الذم عندما يكون مثلا قال الله سبحانه وتعالى، إذا سبحان الله جملة اعتراضية للمدح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية، يعني تأتي للمدح وممكن تأتي للذم. مثل يقول الشاعر مثلا تقريبا لو أن الحمير وأنت منهم، أهو نفس الأمر. طب هنا صور الاسم المختص، الاسم المختص ممكن يأتي معرف بالألف واللام. انظروا مثلا نحن الجنود، إذا لماذا منصوب الجنود؟ طبعا مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص الجنود، ولا ننسى أن هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب، ونحن طبعا مبتدأ وندافع عن الوطن الجملة الفعلية خبر. ممكن أن يكون مضافا إلى اسم معرف بالألف واللام مثل حديث الرسول إن آل محمد، إذا آل هنا منصوبة على ماذا؟ مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص، طبعا ومحمد مضاف إليه، طبعا إن واسمها والخبر ماذا؟ خبر إن لا تحل لنا الصدقة. طبعا لا ننسى أن هنا جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. ممكن أن يأتي الاسم المختص كلمة أي أو أيها أو أيته، يعني أيتها أو أيها أو أيها، طبعا للرجل والمرأة، على أن يليها اسم معرف. يعني لو أنت قلت أنا أيها العربي شجاعا، شجاع، طبعا أنا طبعا هنا ماذا؟ شجاع هنا طبعا خبر، يعني أنا مبتدأ وشجاع خبر. إذا أي هنا أي فقط إعرابها ماذا؟ تعرب طبعا اسم مبني أو مفعول به مبني على الضم في محل ماذا؟ في محل نصب على الاختصاص. طبعا ناس أي هنا مبنية لأنها هنا من الموصولة يعني. طبعا والهاء حرف تنبيه، والعربية طبعا نعت، وشجاع هنا ماذا؟ خبر للضمير ماذا؟ أنا. ممكن أن يأتي الاسم المختص علما ولكن هذا قليل، يعني ممكن تكون أنا عليا أنصر المظلوم، يعني أخص عليا، إذن هنا عليا مفعول به الفعل المحذوف.
طيب الخلاصة في كلمة واحدة، عندما تجد ضمير بعده اسم منصوب، هذا الاسم طبعا يعرب ماذا؟ مفعول به لفعل محذوف. الأمر سهل. طيب بعد ذلك أسلوب التحذير، هو تنبيه المخاطب على أمر مذموم أو مكروه ليتجنبه. طبعا المحذر، طبعا المحذر اسم فاعل، هو الذي يقول التحذير، يقول مثلا لا تفعل، يعني هو الذي يعني يقول التحذير يعني. طيب المحذر منه هو الشيء الذي أنا أحذر منه الشيء، يعني مثلا عندما أقول مثلا البعد عن الله، البعد عن الله، إذا معنى ذلك أنا أقول لشخص البعد عن الله، إذا معنى ذلك أنا محذر. طيب والمحذر هو الشخص الذي أنا أوجه له التحذير، والمحذر منه هو الشيء الذي الضر الذي يحدث له، إذا أنا أقول له لا تفعل هذا الأمر يعني، وهو البعد عن الله. المهم هنا إذا صور أسلوب التحذير، طبعا هو ممكن أن يأتي مفرد، وأنا أقصد بالإفراد يعني أن لا يأتي مثلا إيه غير مكرر أو لا يأتي معطوف، أنا يعني كلمة واحدة فقط. عندما نقول مثلا البعد عن الله، طب لماذا هي منصوبة؟ أو لماذا لم تعرب مبتدأ؟ لأن هنا أنا لا أقصد أن أخبر يعني، حتى لا يجوز الجملة، لا تجوز أصلا يعني. هل يجوز أن عن الله أن تكون خبر عن البعد؟ لا يجوز، كيف هذا؟ ولكن هنا أنا أقول له احذر البعد عن الله، إذن هنا البعد هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره ماذا؟ احذر أو اجتنب. طبعا في هذه الحالة طبعا يجوز ذكر الفعل أو حذف، يعني يجوز أن أقول احذر البعد عن الله، ويجوز أن أقول له البعد عن الله. طب لو أتى مكرر التكرار يعني، إذن في هذه الحالة طبعا هو أن نذكر المحذر منه مكرر مرتين، بمعنى المطر يعني، أنا حذر شخص ما من المطر يعني، لا تخرج مثلا من البيت، المطر. إذن هنا نلاحظ أن أسلوب التحذير مكرر، إذن معنى ذلك أنا أقصد أحذر المطر، إذن المطر هنا مفعول به الفعل محذوف، والمطر الثانية طبعا توكيد لفظي منصوب. إذن في هذه الحالة حذف الفعل وجوبا يعني، لا يجوز ذكر الفعل هنا، ولكن لو تقول المطر ولا يجوز أن تقول احذر المطر. طب متى يجوز أن تقول احذر المطر فيها؟ لو قلت له المطر فقط، أو المطر في الخارج، المطر في الخارج. أما عند التكرار فالحذف واجب، وطبعا تكرار يعني الكلمة. طب العطف أيضا، الحذف الفعل وجوبا عند العطف، يعني أنا عطفت يعني أقول مثلا البرد والمطر، يعني تقدير الكلام احذر البرد والمطر، إذا طبعا البرد ماذا؟ البرد ما طبعا مفعول به الفعل محذوف وجوبا. طب هنا والمطر طبعا اسم معطوف على ماذا؟ على البرد، منصوب مثل. طيب إذا هنا نلاحظ أن أسلوب التحذير إما أن يأتي مفرد، وإما أن يأتي مكرر، وإما أن يأتي ماذا؟ بعده عطف يعني. لو أتى مفرد فقط مثل مثلا البعد عن الله، معنى ذلك احذر، إذن هنا حذف الفعل جائز، يعني أقول مفعول بفعل محذوف وجوبا. أما لو كان مكرر طبعا مثلا المطر مثلا، إذا المطر سيتعرف توكيد لفظي، وهنا في هذه الحالة نقول ماذا؟ الفعل محذوف وجوبا. طب هنا البرد والمطر طبعا وجوبا أيضا. هنا التحذير بلفظ إيا له صور، لكي نحذر بإيا يعني إياك له صور. طبعا إياك طبعا الحكم النصب بفعل محذوف وجوبا طبعا في جميع الصور، هنا في هذه الحالة فعل محذوف وجوبا لا يذكر. طيب إياك زائد الكلمة المنصوبة من غير عاطف ولا جر بمين، يعني ممكن أن تأتي إيا بعدها كلمة منصوبة. طب في هذه الحالة طبعا إياك
كنا إعرابها سابقا إيه؟ طبعا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الفعل محذوف تقديره احذر. طيب الكذب الثانية ما إعرابها أو الاسم المنصوب بعد إياك؟ يعني احذر الكذبة، احذر كذا، احذر مثلا النفاقة، مفعول ثاني، مفعول ماذا؟ مفعول ثاني للفعل أيضا، لأن تقدير الكلام ماذا؟ لأن تقدير الكلام أحذر إياك الكذب، يعني إياك مفعول الأول والكذب مفعول ثاني، أو أحذركم الكذب. طيب إيا زائد حرف جر فسهل هنا، يعني مثلا إياك من الكذب. طبعا إياك ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به الفعل المحذوف وجر ومجرور، أمر سهل يعني. وممكن أن تكون إيا زائد ماذا؟ حرف العطف، أهو إياكم والحسد، إياكم وماذا؟ والحسد. ولكن هنا الحسد الثانية ستعرب أيضا، يعني هنا إياكم إيا طبعا مفعول به، والحسد أيضا مفعول به، لأن معنى كلام الرسول أن يقول أحذركم وأحذركم وأحذر الحسد، يعني أحذركم وأبغض الحسد. يعني فيما معنى الكلام مثلا أحذر إياكم وأبغض الحسد، إذا معنى ذلك الحسد أيضا مفعول به، إذا معنى ذلك العطف جملة على جملة هنا، يعني واو العطيفة هنا، يعني هنا. فهنا لو قلنا أن طبعا يجوز طبعا نقول الحسد، ولكن هنا لأنه يعني مثلا عطف اسم على ضمير ففيه خلاف، ففي هذه الحالة الحسد هنا مفعول به لفعل محذوف تقديره أبغض الحسد، ويجوز في معنى الكلام وأحذركم الحسد، فالأمر سهل يعني. فهنا الحسد هنا طبعا مفعول به، وإياكم إياه طبعا ضمير. ممكن أن يكون إياك، إياك زائد مفعول به ثاني، انظروا مثلا إياك، إياك الكذب، طبعا إياك الأولى مفعول به، إياك الثانية طبعا توكيد لفظي، الكذب طبعا مفعول به ثاني، لأن تقدير الكلام أحذر إياك، إياك الكذب، إذن هنا يعني إذا التحذير يقع عليه ويقع على الكذب، إذن هنا إياك ضمير منفصل مفعول به، وطبعا إياك الثانية طبعا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب توكيد لفظي، والكذب الثانية مفعول به. بعد ذلك ننتقل إلى أسلوب الإغراء، هو بالضبط نفس يعني أسلوب التحذير، ولكن العكس، هو حث المخاطب على أمر محمود. طبعا المغري هو الفاعل، والمغرى هو من يوجه له الإغراء، والمغرى به هو الأمر المحمود يعني الذي أنا أقول. طيب تنبيه هنا، إذا جاء المغرى مفردا مثل ما كنا بالضبط في التحذير، لو جاء مفرد يعني لم يأتي مثلا مكررا أو لم يأتي معطوف أو لم يأتي معطوفا عليه، فإنه يكون يعتبر مفعول بالفعل محذوف جوازا. أما لو كان مكرر أو جاء بعد عطف يعني حرف عطف، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ مفعول بالفعل محذوف وجوبا. طيب أولا أن يكون المغرى به مفرد يعني ليس مكرر، عندما تقول أيها الطالب التفوق، يعني ماذا؟ إلزم التفوق، إذا التفوق مفعول بالفعل محذوف جوازا. لماذا؟ لأن التقدير، لأنه ممكن أن يكون له إلزم هكذا. طيب أن يكون المغرى به مكرر، الأمانة الأمانة، إذن الأمانة مفعول به فعل محذوف تقديره إلزم، والأمانة الثانية توكيد لفظي. طيب أن يكون معطوف الإجهاد والتفوق، الأمر سهل يعني الإجتهاد هنا مفعول به والتفوق اسم معطوف. هل يوجد سؤال يا إخوة؟ سؤال من فضلكم. نعم. ما هو الفرق بين العطف بين اسما ظاهرا والعطف بين اسم وضمير؟ ما فهمت يعني. ما الفرق بين البرد والمطر؟ تمام. وإياكم والحسد. تمام، سؤال جميل، انظري. قولي المثال مرة أخرى. المطر البرد والمطر. نعم، إياكم
والكذب. انظري هنا طبعا المطر طبعا مفعول به لفعل محذوف وهنا اسم معطوف عليه. طيب انت قلت لماذا لم نقل هنا او ربما تقصدين لماذا لم نقل هنا اسم معطوف ايضا، صحيح؟ طيب هنا عطفنا اسم على اسم، اما هنا عطف اسم على ماذا؟ على ضمير. اذا فالاولى ان يكون منصوب على المفعوليه. فهمتي ماذا اقصد؟ نعم بهذه الاولى عطف بين المفردات. نعم. والثانيه العطف بين الجمل. تمام فهمت ماذا اقصد؟ نعم تمام. لماذا؟ لان انت لو اننا كنا الكذب اسم معطوف، اذا معنى ذلك سنعطف اسم على ضمير. فهمتي؟ لا، ولكن هنا لا، سنعطف جملة على جملة، لأن هنا طبعا هناك جملة، هذا مفعول به والفعل محذوف. نعم بارك الله فيكم. هل يوجد سؤال يا إخوة؟ هجيرة طيب شيماء ايه ما حضرتك هيا تفضل. ايه حرف نداء تمام يا حرف نداء في محل نصب. لا 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 ما فيش حرف في محل نصب. حرف نداء مبني على السكون، جميع الحروف في اللغة العربية لا محل لها من الإعراب. تمام. ربما نوح منادى مبني. منادى مبني على منادى مبني على الضم. تمام في محل نصب. طيب. محل نصب. طب لماذا مبني على الضم هنا او لماذا بني النداء هنا؟ عشان هو مفرد. تمام عشان هو علم مفرد صحيح. مفرد تمام. سجى هيا نعم المولى ونعم المسلم. نعم فعل ماضي مبني على الجانب مبني على الفتح. المولى فعل مرفوع فاعل لنعم مرفوع على ميت رفع وضمة. ونعم النصير نفس الاعراب. تمام وهنا طبعا طب المخصوص بالمدح ماذا؟ محذوف صحيح؟ نعم المولى. طب اين المخصوص بالمدح؟ طب تمام الله فهمتي؟ وطبعا محذوف لانه مفهوم من الكلام. عمر. نعم سيد. هيا تفضل. نعم الثواب وحسنت مرتفقا. نعم فعل ماض جامد مبني على الفتح يفيد المدح. تمام. والثواب ثواب قلنا لأنها فاعل نعم سيدي هيا تفضل. نعمة فعل ماض جامد مبني على الفتح
يفيد المدح هنا، والثواب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة. نعم، والمخصوص بالمدح هنا محذوف. تمام. نعم الثواب الجنة. نعم. وحسنت، حسنت كذلك هي فعل مدح. تمام. فعل ماض جامد مبني على الفتح نقول يفيد المدح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وحسنت هي اللي هي الجنة، وحسنت مرتفقا. مرتفقا هنا والله أعلم هنا تمييز. نعم تمييز، الأمر سهل يعني. تمييز لأنها فعل المدح إذا جاء بعده نكرة منصوبة تعرب تمييز. وهو يعني أنا لدي لخبطة بين التمييز والأمور هاي المنصوبة. نعم العكس، هنا هنا تمييز. نعم، والفعل مستتر تقديره هي مثل ما قلت. تقديره هي. نعم. سجى. هيا تفضل. هل سئلتي من قبل؟ نعم سئلت. آه تمام، معذرتك. هجيرة. هجيرة. هيا تفضل. الشراب، ما يعرب الشراب. طيب مسلم، مسلم بلال. نعم مولانا. هيا تفضل. بئس فعل ماضي مبني على الفتح يفيد الدم. تمام. الشراب فاعل، فاعل مرفوع، والمخصوص بالمدح هنا يعني تقدير يعني محذوف هو. بئس الشراب، ولا هو يكون مثلا بئس الشراب مثلا الحميم حسب الآية يعني. بئس الشراب، إذن الحميم، هم يشربون الحميم يعني. طيب وساءت. ساءت أيضا فعل ماضي يفيد الذم. مرتفقة. وأيضا ضمير تقديره هي. تمام. مستتر. تمام. مرتفقا تمييز منصوب. تمييز. طب أين المخصوص بالمدح هنا؟ عفوا المخصوص بالذم. في ساءت وساءت مرتفق. نعم. يعني انظر معنى الآية هو الذي يدلنا، هو الله يتحدث عن جهنم يقول بئس الشراب فيها، يعني في بئس الشراب فيها ممكن. وساءت مرتفقة اللي هي جهنم النار يعني. يعني بئس الشراب جهنم. نعم جهنم. في جهنم يعني، وهو الحميم. وساءت مرتفقة اللي هي يعني حسب طبعا معنى الآية، وتقريبا الله يقصد هنا جهنم تقريبا يعني. طيب ناهد نبيه. ايوه ما حضرتك. لماذا لم تحضري؟ والله كانت الفترة اللي فاتت كان في ظروف كده، والحمد لله يعني ان شاء الله التزم بعدين. تمام. هاي حضرتك جاي. طيب هاي تفضل. نعم فعل ماضي جامد، واجره ده فاعل، والعاملين مضاف اليه. مضاف اليه. طيب انا اريد اعراب بإسامة ايضا. بئس. بئس فعل ماضي جامد، والماء دي ضمير متصل، ضمير متصل مبني على. لا ركزي بقى، مفيش ماء ضمائر خالص، ضمير ماء هنا مش ماء، اسم موصول. ماء اسم موصول. اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. تمام. تمام.
دي سادات. نعم. هيا. يا حرف نداء مبني على السكون، لا محل له من الإعراب. بني منادى مضاف منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم وهو مضاف. إسرائيل مضاف إليه منصوب وعلامة لا مضاف إليه مجرور عفوا، تمام. وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طب ما السبب في منعه من الصرف؟ للعالمية. نعم للعالمية والعجمة. تمام. عندي سؤال عن الآية بئس ما اشتروا، ما هو المخصوص؟ ما هو المخصوص بالذم؟ المخصوص في المخصوص يعني ممكن نرجع إلى تفسير الآية ونعرف، يعني مثلا يعني الله يتحدث بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. هنا الشيء الذي اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فنرجع إلى تفسير الآية ونعرف ما هو الشيء، هو هذا هو الذي سيكون مخصوص بالذم. فهمتي؟ نعم. وليس المصدر المؤول. ممكن المصدر المؤول، ما شاء الله جيد. فهمتي؟ نعم. هكذا نفس الأمر. طيب، لأن المخصوص بالذم بالمدح والذم إذا يعني هو يحذف ويفهم من الكلام. فهمتي؟ نعم. هكذا. ولكن أنا كنت أقصد أيضا، نعم لا مشكلة. آية مرضي، أنت مثل ما قلت، نعم صحيح المصدر المؤول. طيب آية مرضي، نعم هيا تفضل. يا قومي، يا حرف نداء مبني على السكون، وقومي منادى منصوب وعلامة نصبه، يا قومي منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. تمام. يا قومي، هو في هنا محذوفة. تمام. وليه المحذوفة؟ بقى مضاف إليه. تمام. هيا هذا أيضا. يا أيها الذين، يا حرف نداء مبني على السكون، وأي هتبقى منادى مبني على الضم، مبني على الضم في محل نصب. تمام. وها هتبقى الها للتنبيه، حرف للتنبيه. تمام. الذين بقى. الذين اسم موصول مبني على الفتح. مبني على الفتح. تمام. في محل رفع بدل، لأنه طبعا هنا جامد. طيب هل يوجد أحد لم يسأل يا إخوة؟ نعم أنا. ما اسمك؟ نعم. هيا تفضل. هيا تفضل. يا صاحبي السجن. يا صاحبي السجن. يا صاحبي السجن. حرف نداء مبني على السكون، لا محل له الإعراب. صاحبي السجن. صاحبي يكون منادى منصوب لأنه مضاف، منادى منصوب على نصب الفتح الظاهرة على آخره، منادى منصوب يا صاحبين. نعم يكون منادى منصوب على نصبه الياء لأنه مثنى. تمام. نعم. على مغيار لأنه مثنى، والسجن مضاف إليه. نعم. وحذفت النون للإضافة. نعم حذفت للإضافة. تمام. طيب هنا هجيرة. نعم حضرتك، معلش ان اتفصل الشبكة. تمام لا مشكلة. هيا تفضل. طبعا هنا الإجابة ليست موجودة في الكتاب هنا. يا ألف لا مبنية على سكون محل لام الإعراب، أي نكرة غير مقصودة. نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب. هاء دي للتنبيه، مبنية على الفتح، لا محل لها من الإعراب.
والذين دي هتبقى نعت. على فكرة هاء هنا مبنية على السكون ولا عشان هي مش ضمير، مبنية على هي السكون. ليست ضمير، هي كاملة كده هاء كده، التنبيه. حرف التنبيه لا محل له من الإعراب. طيب تمام. الذين، الذين نعت والله هي دي هتبقى بنعت، نعت. ولكن هنا الأفضل فيها أنها تكون بدل. لماذا الأفضل يعني؟ لماذا؟ لأنها يعني لا ليست بدل من مشتقة، أيها. لأنها نعم لأنها ليست مشتقة، فهمتي؟ يعني مثلا لو قلنا يا أيوة أيها الطلاب مثلا، إذا الطلاب الأفضل هنا أن نقول نعت. طبعا في كلا الحالتين إيه؟ لو قلنا نعت يبقى نعت مرفوع، بدل بدل مرفوع. هيا وشعائر دي مفعول به منصوب على التصريف والفتحة. والله الله مضاف إليه مجرور على مجرور الكسر. تمام. طيب هل يوجد أحد لم يسأل يا إخوة؟ طيب إن شاء الله بعد غد إن شاء الله سنأخذ آخر محاضرة في النحو، وهي أعمال المشتقات إن شاء الله، يعني هذا آخر شيء في أعمال المشتقات، وبعد ذلك يعني بعد غد إن شاء الله ننتهي، هذا آخر درس آخر محاضرة بعد غد إن شاء الله، وبعد ذلك سنأخذ الصرف فقط، يعني الإخوة الذين يعني معنا سيأخذون الصرف فقط، ولا ننسى أن الامتحان سيكون بعد الانتهاء مباشرة يعني. ونأخذ نبذة سريعة عن إعمال المشتقات، يعني معنى إعمال المشتقات يعني هذه المشتقات تعمل عمل الفعل، يعني الفعل لو هو لازم يرفع فاعل، يعني مثلا الفعل جلس هنا محمد، فهذا الفعل رفع فاعل وهو ماذا؟ محمد فقط. لو أنا قلت مثلا ضرب زيد محمدا، إذن هذا الفعل رفع الفاعل ونصب المفعول به. كذلك أيضا لو جئنا بالمشتقات، مثلا لو أنا قلت جالس، اسم الفاعل جالس سيرفع فاعل أيضا مثل الفعل، يعني هو مثلا اسم الفاعل هو من فعل لازم، والفعل اللازم يرفع فاعل فقط، كذلك أيضا اسم الفاعل سيرفع فاعل فقط. يعني مثلا اسم الفاعل مثلا ضارب، نفس لم يعمل عمل فعل فيرفع فاعل وينصب مفعول، أو ممكن مثلا مضروب يرفع نائب فاعل، أو كريم صفة مشبهة. لذلك هنا طبعا المشتقات سواء مثلا المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صيغ المبالغة أو الصفة المشبهة أو أفعل التفضيل، هذه تعمل عمل الفعل. وهناك شروط عامة في مثلا في هناك شروط مثلا في إعمال مثلا اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة، شروط عامة يعني تنطبق عليهم يعني. على اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة، يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة، لكي تعمل عمل الفعل أولا طبعا أن تدل على ماذا؟ أن تدل على الحال والاستقبال. إما الحال أو الاستقبال، وفي الغالب طبعا اسم الفاعل واسم المفعول هتدل على ماذا؟ الحال والاستقبال، رغم أن الصفة المشبهة تختلف بعض الشيء سندرسه بالتفصيل يعني، ولكن خلينا هنا في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، لكي لابد أن تدل على الحال وماذا؟ والاستقبال. ثانيا طبعا لو كان هذا لو كانت معرفة يعني معرفة بالألف لام تدل على الحال والاستقبال. طيب لو كانت نكرة طبعا لها شروط سندرسها طبعا، أن يأتي بعدها مبتدأ إلى آخر صاحب حال سندرسها بماذا؟ بالتفصيل إن شاء الله. طيب هل يوجد سؤال يا إخوة قبل أن أغلق المحاضرة؟ أستاذ لو تمهلنا يعني على الأقل أسبوع نراجع. ما هو إن شاء الله نحن سننتهي في بعد غد من النحو، فمعك يعني نحن سننتهي بعد غد من النحو، فمعك أوقات يعني إلى أن ننتهي من الصرف، فمعك تقريبا أسبوع، فهمتني؟ نعم نعم
وانا إن قلت شاء الله وانا بإذن قلت من الان لكي يعني لا ورتك لك يعني الامتحان يسير يعني الامتحان فقط شيء يعتمد فقط على فهمك يعني هو اسئله اعراب ليس اسئله مثلا تحتاج الى هي فقط تحت اعراب فقط يعني لن اسال مثلا ما هي لا فقط اعراب وفي مثلا وفي الصرف فقط اشياء يعني من كلمه واحده فقط يعني الامر يعني فقط يعني الذي سيجيب على اسئلتي الذين يحضرون او الذين يفهمون او يعني فقط يعني لان الاسئله كلها يعني تحتاج يعني فهم فقط يعني عباره عن فهم وليست يعني لا تحتاج الى حفظ او الى اخره يعني تطبيق فقط يعني. طيب هل يوجد سؤال يا اخوه قبل ان اغلق المحاضره؟ انا كان عندي سؤال. نعم. هو بسيط يعني بس هو صوت التعجب انا ممكن اتعجب بالاشياء المذمومه مثلا تعجب ولا هو بيه؟ يعني شيء مذموم او مش محبب يعني ممكن اتعجب منه مثلا زي غباء شخص مثلا طبعا هو الأشياء التي لا يجوز التعجب منها مثل مثلا الموت الهلاك الفناء هذه الأشياء فقط وهناك طبعا الأشياء التي لا يجوز لا أنا فاهمة كده بس فاهمة كده بس عايزة يعني أثبت بس فقط هو فقط بعض الأفعال لا نستطيع أن نأتي منها بصيغة التعجب فنحن نفعل يعني مثلا مثل انطلق الفعل هنا خماسي فنحن مش هنعرف نجيب منه وزن نعم. أفعل إزاي يعني فاهمة؟ نعم فاحنا بقى طبعا بنضطر نجيب فعل مساعد نقول أشد وبعد ذلك نأتي بالمصدر نقول أشد انطلاقا هكذا يعني ما أشد انطلاق زي كده يعني فاهمة؟ عندي سؤال من فضلكم نعم عن الجملة مثلا نعم الرجل زيد إذا أعربنا زيد خبر لمبتدأ محذوف ما هو إعراب الجملة الإسمية؟ ابتدائية يعني كاملة تقصدين الجملة كاملة؟ لا الجملة هو زيد يعني ابتدائية لا محل لها من الإعراب هو زيد ليست جملة حالية انظري لو أنا قلت مثلا نعم الرجل تمام؟ هذه نعم. الجملة هي ابتدائية يعني نعم. مثلا أنا قلت نعم الرجل مثلا زيد هنا زيد طبعا لو نحن قلنا أن زيد هنا مبتدأ طعم آخر وهذه إذن هذه الجملة الآن هي ابتدائية نعم فهمتي؟ الآن نعم. أما لو أنت أخذت الجملة الأخرى التي أنت تقولينها مثلا هو مثلا زي نعم لا مشكلة في هذا الأمر ولكن أنا سأسألك سؤال أنت قلت مثلا هي جملة حالية نعم أنا معك لا مشكلة في هذا الأمر ولكن أنا عندي لك سؤال أين واو الحال هنا؟ لا يوجد لأن الرابط هو الضمير نعم أنت فهمت ماذا أقصد أم لا؟ نعم تمام أما لو كنا طبعا لو أنا قلت نعمة مثلا حضرة محمد ووجهه مبتسم إذن هنا الواو هنا ماذا حالية موجود طيب أنا سأسألك سؤال لماذا حذفت يعني مثلا لماذا لم نذكر الواو هنا في مع الضمير واو الحال نعم هل تعرفين لماذا أم لا لا طيب لأن الواو هنا تأتي رابطة والضمير هنا ماذا ربيت. فلا نحتاج إلى ماذا؟ إلى الواو فهمتي؟ ماذا أقصد؟ طيب نعم. المهم الذي أنا أريد أن أوصله لك أن هذه الجملة ابتدائية تمام؟ نعم وهذه الجملة حالية رغم أنني وجدت بها خلافا يعني لكن لا أتذكره الآن فهمتي؟ نعم وما فهمت طريقة الامتحان؟ فقط إعراب مثل ما أعربي جملة كذا فقط يعني أمر سهل يعني وهو شفوي نعم نعم بارك الله فيكم هل يوجد سؤال يا اخوه لو سمحت هي الياء المؤنثه بكتبها امتى وما بكتبهاش امتى هي ايه
ياء المؤنثة. ياء المؤنثة. طب اديني جملة كده، انا مش عارف يعني ايه ياء المؤنثة. تقصدي ياء المخاضبة؟ هي مثلا أحببناك مثلا، ما كتبناش الكاف دي كاف الخطاب. اه فهمت فهمت فهمت. طب هنا احببناه كي، دي اصلا ما فيهاش ياء مؤنثه خالص، ده الكاف ديت اسمها كي، بتبقى كاف للخطاب للمؤنث، ما فيش هنا ياء مؤنثه خالص اصلا يعني، فهمتي؟ طيب متى تكتب؟ هي اسمها ياء المخاطبه المؤنثه، تكتب فقط في الفعل المضارع وتكتب في الفعل الامر فقط، فهمتي؟ طيب ولا، وطبعا ليس لنا شأن بالضمير هنا، يعني اقول مثلا انت تكتبين او اقول لك اكتبي، اهي هي دي اللي انت قصدك عليها، مالناش دعوه بقى بكي ده الضمير. مثلا احببناكي هنا مفيش اصلا ياء مخاطب، ياء المخاطبه المؤنثه، ولكن هنا الضمير ده ضمير يعود على المؤنث، يعني هو ضمير للمؤنث، يعني هو زي زي الياء كده، بس مش طبعا مش ياء، فهمت ماذا اقصد؟ طيب هو يعني الكاف دي كاف الخطاب، اه للمؤنث، للمخاطبة المؤنثة، نعم؟ طب والياء لو هي، ما هي أصلا ما اتكتبتش، ما احنا فاهمة، بس مثلا لو جت في الفعل اكتبي دي للمخاطبة، اه صح؟ لو قلت اه للمخاطبة المؤنثة. طيب أنا ممكن أجيب لك فرق تاني بينهم، بصي إن هنا ياء المخاطبة ديت هي نفس الكاف، تمام؟ الكاف دي. طيب لو انت عايز الفرق بينهم، ان دي بتبقى فاعل في الغالب، يعني في الغالب فاعل طبعا لو الفعل مبني للمعلوم، والكاف دي بتبقى لو قبلها فاعل بتبقى في محل نصب مفعول به، يعني في محل نصب مفعول به، فاهم تقصدي كده ولا ايه؟ لا ما فهمتش الحته اللي حضرتك قلتها، يعني الكاف اللي هتبقى في محل فاعل رفع مش انت فاعل. قلتي اهوت احببناكي، اه الكاف دي بقى مفعول به لان وقع عليها الحب، اه فهمت؟ او ضربناك وقع عليها الضرب. طيب لو انا قلت لك مثلا اكتبي، التاء دي فاعل، عفوا ياء المخاطبة دي فاعل، فهمتني؟ طيب انت عايز تعرفي الفرق بينهم في الاعراب، ولا الفرق بينهم ان انا اذا امتى احطها في الكلام، ولا تقصدي ايه بالضبط؟ كتابة وإعرابا، لأن أنا مثلا كتبتها بالياء، فقلت دي ياء مخاطبة يعني، لا ما ينفع، فكنت عملت ده كتاب. خطأ، ده خطأ إملائي لو كتبتها بعد الكاف بالياء. ليه؟ لأن إحنا عندنا ضمائر، عندنا ضمائر للإيه؟ لو هي مثلا الواحدة دي مثلا لو هي غائبة هنعبر عنها بالهاء، يعني مثلا كتابها لها كده، لو هي قدامي أنا بكلمها هنعبر عنها بالكاف كده، يعني كتابك، ضربتك، خلتك، هكذا. ده طبعا لو هي غائبة، هنا لو هي طبعا أنا خاطبها يعني مخاطبة، تمام؟ طبعا هنا طبعا في الحالة ديت لو هي قبلها مفعول بها، طبعا الهاء والباء هتبقى مفعول به، ما تنسيش دي، يعني لو فعل أهو فعل زائد الهاء دي أو زائد الكاف دي، طبعا الهاء أو الكاف دي أصلا مفعول به. طيب لو مثلا فعل، طبعا فعل مبني للمعلوم ليس مبني للمجهول، زائد ياء المخاطبة، ياء المخاطبة دي هتعرب فاعل. طب لو الفعل ده مبني للمجهول ستعرب نائب فاعل، فهمت يعني أقصد إيه؟ ده بالنسبة للإعراب. أما بالنسبة للكلام، إن ياء المخاطبة دي بتيجي لوحدها، يعني مش هينفع تيجي بعد ضمير الكاف ده، فمعنى كده أنت هتحط الكاف مكسورة بس ومش هتحط فيها ياء المخاطبة، تمام؟ يعني لو هي موجودة هتقولي لها مثلا، لا هتقولي مثلا أحببتها، لو أنت هي قدامك هتقولي لها مثلا أحببتك صاحبتك مثلا، هتقولي لها كده بالطريقة دي، طبعا احببتك بكسر الكاف وليس بياء المخاطبه. طب هتحط ياء المخاطبه اكتبي مثلا او تكتبين، ده امر اخر، وطبعا لا ياء المخاطبه ما بتتصلش بالكاف هنا، فهمتي؟ فهمت الفرق بينهم ولا ايه؟ هل يوجد سؤال يا اخوان؟ هل يوجد سؤال قبل ان اغلق المحاضره؟
السلام عليكم.